لحظات يصل إلى أرضية هذا الميدان ليزداد النور نور. يصل سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن الخليجية. مرحبا بك يا أبو حمدان باسم الجميع باسم أبناء الخليج باسم المحبين المتابعين العيون التي تتابع عبر قناة ياس الرياضية الناقلة لهذه الأحداث الهامة. 6 كيلومترات هي ما تخفي لنا هذه الأمتار التي تخفي لنا أسرار هذا الشوط، ولكن بعد قليل سوف تنكشف هذه الأسرار حيث تراحيب والفايزة وسيوف وشواهين واحتفال وهذبة ومنصورة ومياسة والفايزة والنشمية والعنود هملولة وأصايل ذعذاع ووصايف الجذابة ورموز الدوحة والاتحادية ملامح وسمحة زعفرانة وتغرودة الهدادة وعنوان الشاهنية ومهمة مراسيل والظبي ملايين والدوحة النايفة والظبي. كل هذه الأسماء تشارك في هذا الشوط بعد أن قضي الكيلومتر الأول. أبدأ مع حضراتكم مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول من خلال تقدم الاتحادية المنطلقة. مع المركز الأول يقدم لنا الاتحادية سعادة حميد بن سعيد النيادي. مرحبا بك يا النيادي والكاس ينادي ينادي النيادي في هذا اليوم من خلال تقدم الاتحادية. المركز الثاني تابعوا الفايزة تابعوا الأوامر التي بدأت تصدر على الفايزة المتقدمة لخليفة بن علي بن بخيت المسافري، ولكن غيرت واحتلت المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات القادمة من المصانع الجنوبية. وصلت الصايلة ويقدم لنا الصايلة بن نصيب عبد الله بن سهيل بن نصيب العفاري القادم. يبحث عن النصيب يبحث عن الكاس يبحث عن الرنج روفر والتتويج في مساء هذا اليوم. المركز الثالث القادمة ترحيب. مرحبا يا ترحيب أحمد بن علي بلصلي الشامسي يقدم ترحيب. مرحبا يا ترحيب مرحبا بالحاضرين مرحبا بالمشاركين. المركز الرابع القدوم من خلال انطلاقة شعار الرميثي مع الشاهنية رئيس الهجان. يتقدم علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي بذكرياته بإنجازاته رئيس الهجان يبي يترأس هذا اليوم. المركز الخامس القادمة مع المركز الخامس العنود القادمة مع المركز الخامس أحمد بن خزع بالهركي العامري المقدم للعنود. ولكن ما بعد العنود ما بعد العنود أسماء ليس لها حدود طموحاتها كبيرة لاختطاف الرمز. العودة إلى مقدمة الشوط إلى شعارك يا النيادي إلى الاتحادية. وفي الاتحاد قوة والقوة في الاتحاد. يتقدم النيادي يقدم الاتحادية سعادة حميد بن سعيد. النيادي يتغزل بالرمز يتغزل بالرنج روفر بالكاس الذي رصد في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. يا النيادي يا النيادي ينادونك ينادونك
ينادونك جماهيرك، يبون السلام، يبون الفوز، يبون الكاس. لشعارك يا النيادي يبي ينقلون السلام مع شعارك إلى العين، إلى العين، إلى مدينة الخضرة والجمال. لك يا النيادي المركز الثاني بالنصيب، بالنصيب مع الصايلة بصولاتها بجولاتها. الصايلة، الصايلة تصول وتجول بين رمال اللبسة مع المركز الثاني. الكاس ينتظر يا بالنصيب. أهالي المصانع الجنوبية، الجنوبية يطالبونك بالسلام من هالمناطق الشمالية، يبون الكاس ولا غير الكاس. يا مالك الصايلة، الصايلة مع المركز الثاني. عبد الله بن سهيل بالنصيب الاعفاري المركز الثالث، ترحيب مع المركز الثالث. بلصلي، بلصلي يتقدم في معركة الكبار، يقدم ترحيب. احمد بن علي بلصلي الشامسي المركز الرابع، القدوم مع المركز الرابع اللي وصلت بالنداء الاول، بالوصول الاول. القادمة من السلطنة، الواصل من السلطنة، وصلت. احتفال، احتفال الاسطورة حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، اسطورة عمان. قادم، قادم مع المركز الخامس، ولكن العودة الى النيادي، الى النيادي. ينادي، ينادي، ينادي. هل من متحدي لمبارزة النيادي؟ النيادي فارس الميدان، فارس المعركة. الكاس النيادي، الكاس النيادي. تحركت الاتحادية وبالنصيب، بالنصيب، بالنصيب يردد. الله يجيبك النصيب، الله يجيبك النصيب. والنيادي، والنيادي يقول لك يا بالنصيب انت حبيب، لكن الرمز من نصيب الاتحادية، الاتحادية والصايلة وترحيب. والمركز الرابع، القادمة مع المركز الرابع، ملايين، ملايين. وصل بن كليب مع ملايين، سعيد بن سيف بن كليب يقدم ملايين. المركز الخامس، وصلت سيوف الطنيجي، الطنيجي مع سيوف احمد بن محمد الخيال الطنيجي. وايضا القدوم، القدوم من مياسة ناصر بن سهيل بن عويضة الخيالي. وصلكم الخيالي، ولكن النيادي، النيادي، النيادي. روح يا النيادي، روح يا سعادة حميد، يا بالسعيد يا النيادي. حرك الاتحادية، حرك الاتحادية. تحركت، تحركت الدوحة، الدوحة. غانم بن عبد الرحمن بن غانم الهديفي، تحرك، تحرك الهديفي، وتحرك الخيالي، وتحرك الطنيجي. وشعار الاحصار قادم يا سعادة حميد، يا سعادة. روح للسلام، روح للناموس. حرك الاتحادية، حرك، حرك الاتحادية. روح، روح للسلام، روح، روح للعين، روح، روح للعين، روح. يا سلام الاتحادية، الاتحادية. المركز الثاني، المركز الثاني. سمحة مع المركز الثاني، ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، المنصوري الإحصار الغربي. والاتحادية، الاتحادية بطلة كاس الخليج. والإحصار، الإحصار بو زايد. والاتحادية، بو زايد. والاتحادية، الاتحادية. وسمحة ناصر بن محمد بن زايد المنصوري. والاتحادية يا النيادي الأسطورة، الأسطورة، الأسطورة. احمود، احمود، احمود. لابد للنواميس ان يعود، خاطف السيوف، خاطف الرموز. هذا الوهيبي، هذا المشاغب، هذا الشاطر، هذا المبدع، هذا الاعصار الغربي. سلام يا الغربية، الهوى غربي، الهوى غربي. بوزايد غربي. روحت السلامات لأهل المدينة، لمالك دينه، مالك المدينة، مالك الغربية، مالك العالم.
العديد من الأسماء من لا يهاب الرموز، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، الأسطورة حمود، الأسطورة حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، موهبة التضمير، موهبة الأمتار، النهائية يعرف كيف يرفع الرموز، رفع السيوف الذهبية، رفع العديد من الرموز، إنه حمود بطل السلطنة، حمود الأسطورة مع شعار الغربي، الإعصار الغربي، يا محمد يا بن زايد يا بن خلفان يا فرحة جماهيرك. 9 دقائق 5 ثواني و9 أجزاء من الثانية، الكاس إلى مدينة زايد، تهانينا لك يا أبو زايد على فوز سمحة في المركز الأول. الاتحادية كانت قاب قوسين وأدنى وصاحبة كأس الخليج مع سعادة حميد بن سعيد النيادي، مشكور يا النيادي على هذا الأداء، واتحاد الاتحادية للأمتار الأخيرة وصيفة للكاس. 9 دقائق و6 ثواني بدون أجزاء من الثانية، المركز الثالث. وصلت مع المركز الثالث بتوقيت زمني وقدر 9 دقائق 7 ثواني و5 أجزاء من الثانية، سيوف لنهني مالكها أحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي على هذا الفوز. بينما المركز الرابع وصلت من تحمل رقم 22 الصايلة عبد الله بن سهيل بن نصيب